الرحيم باسم جمعية الانبعاث لمتقاعدي الأمن الوطني وأراميلهم. بالنسبة لهذه المناسبة السعيدة ديال الأبواب مفتوحة وديال الذكرى 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني والأبواب مفتوحة بمدينة أكادير، أولا نشكر السيد المدير العام للأمن الوطني على إتاحة الفرصة لتكريم جمعية الانبعاث لموظفي الأمن الوطني المتقاعدين وأراميلهم، وتخصيص استقبال حار بالأبواب المفتوحة. وبهذه المناسبة السعيدة أولا الشكر موصول للسيد المدير العام للأمن الوطني والتهنئة لكافة الأطر الأمنية نساء ورجال، كذلك المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم داخل هذه المؤسسة العتيدة، والذين ما فتئوا ولا زالوا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الأمن والسكينة والصحة والطمأنينة بهذا الوطن الغالي. وبهذه المناسبة السعيدة كذلك يرافقني السيد عبد المجيد أجرابي رئيس جمعية الانبعاث لمتقاعدي الأمن الوطني بجهة سوس مأسة، والذي سيدلي لكم أيضا بصريحته بهذه المناسبة السعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عبد المجيد جرابي رئيس جمعية الانبعاث لمتقاعدي الأمن الوطني وأراميلهم لجهة سوس مأسة. انا بدور ديالي كنشكر السي عبد الواحد، بدور ديالي كنمشي تبارك الله بهذه المجهودات الجباره اللي كيقوم بها السيد المدير العام للامن الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، اللي تبارك الله في العهد ديالو ان كنشوف بان الامن الوطني تبارك الله ولا في واحد الازدهار تبارك الله اللي ما شاء الله. تمنينا انا وكنا حنا نرجعوا للور باش يعني نشاركوه هذا يعني تبارك الله هذه الانجازات ديالو اللي قام بها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، هذه هي سنة الحياة. والحمد لله كنا نرحبوا بالناس ديال المؤسسة ديالنا اللي جاو تبارك الله داروا هذا المهرجان اللي هو الأبواب المفتوحة الخامسة بالمملكة المغربية الحبيبة، بعد ما كنا السنة الفارطة في مدينة فاس. نحن الآن هما يحلون عندنا ضيوف عندنا، فاللي كنتمناو ان شاء الله يعني الوليدات ديالنا الاحفاد ديالنا يجوا يزوروا هذا المعرض باش يعني ياخذوا واحد الفكره على يعني المسار ديال الامن الوطني، يعني منذ الحمايه يعني منذ عهد من منذ يعني الحمايه ديال المملكه المغربيه الى 2024. كنشوفوا مثلا يعني المراحل اللي مر بها هذا الشرطي، يعني من 56 ولا 55 الاستقلال ديال المغرب الى يومنا هذا، وشوف تبارك الله الازدهار اللي كان كيحقوا الان الامن الوطني. ولكن اللي كنتمناو ان شاء الله ان نكونوا يد وحده، يعني لان هاد الناس ديال الامن راهما منا من لحمنا، راهما وليداتنا، راهما جيراننا، نتعاونوا معاهم ضد من سولت له نفسه بان يمس بامننا الوطني. وتحياتي معز الفلاون الوسط خدوج النائبه الكاتب العام لجمعيه الامن المتقاعدين الارامل الامن الوطني ذوي الحقوق. أركن راون أرسل نسم مرحبا غمس النسخة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني غمس لمدينة نوكادير. مرحبا الجمهور النسوس كله تغمس الأبواب فعلا إلا قسميتي وزران بزاف إلا الأروقة كان خاصين الأسلحة كان خاصين اللباس رجل الأمن منذ البداية، يعني كرا الحاج تستوهمان باش استي تزريم استي تكتشفم. مرحبا بكم كاملين، راه نتمنى ان شاء الله التوفيق كل ما يقال الخير ان شاء الله للمؤسسه محمد السادس للامن الوطني عامه جميع ربع على جميع ربع المملكه المغربيه لجمعيه الانبعاث للامن الوطني المتقاعدين الارامل. وشكرا لكم بزاف.